للتوجه نحو السودان واغتنام الفرص والإمكانات اللامحدودة المتاحة في الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي والبنية التحتية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائية. What happened? نزلنا الصباء. جيبوا لي التلفون ده. جيب التلفون. خلاص لا أدري إن كنتم ستسمعونني. نعتذر لهذا الخطأ العارض. نظر ما عندهم جنراتر يا جماعة. الفضيحة دي. ياخذ النص فضيحة ولا لا؟ اوكي. دقيقتين دي كثيرة يا اخي. على الظهر يا جماعة ما يصير. ما يصير.